السلام عليكم أعزائي الفلاوة المحراب، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حنهضروا على هاد لا بلونت اللي هي شابه بزاف اللي نسموها سيكاس. هايك فوالا، هادي سي اون بلونت تروبيكال تاني، الي دوريجين من جابون. اسمها العلمي هو سيكاس ريفوليتا. فوالا دونك هاد السيكاس كنت خدمت عليها فيديو من قبل، مي هضرت بوكو بلوس على لي غران، وريت كيفاش نغرسو لي غران. وهداك الوقت ما جبتلكمش هاد لا بلونت الكبيره، هادي ماشي كبيره بزاف، كنت جبتلكم هاد لا بلونت هايليك، كانت اصغر من هكا، وهايليك ليفولوسيون تاعها كيفاش ولات. دونك هادي هي اللي نسموها سيكاس ولا سيكاس ريفوليتا، هو الاسم العلمي والعالمي، وين نروحو نلقاوها بهذا الاسم. وعندها اسماوات واحد اخرين، حيث ان لي فرانكوفون ولا اللي يتكلم متحدثي اللغه الفرنسيه عندهم بزاف اسماوات، وين يسموها ساغوتي، يسموها ساغو دو جابون ولا لو فو بالمي. فوالا، وانا في الفيديو اللي فاتت كي تكلمت عليها قلت لكم عباره عن نخليات. هذاك النهار كانت عندي غير هذا السوجي، هذا السوجي الصغير باش نقرب لكم بك الصوره. قلت لكم النخليات بيسك هي تابعه الى لا فامي دي، لا فامي دي سيكاداسيا. سيكاداسيا وهي مفرات نخله، مفرات فوجير جايه في الوسط. اخطاش وعلاش بين وبين؟ اخطاش عندها هذا اللي نقولوا له في النخل، ما نقولولوش لو ترون، نقولوا له لو ستيب. هاي لك هنا عندي نخله، هذا يسموه ستيب، ما نقولولوش ان ترون. ان ستيب بيسك عنده تجويف من الداخل يكون فارغ. فوالا، دونك عندها ان ستيب تاع النخل، والاوراق تاعها ماشي كيما تاع النخل، يشبهوا بزاف تاع لا فوجير. دونك فوالا، دونك هذه هي، دونك اسمها سيكاس ريفوليتا. هذه هي لوريجين تاعها، قلت لكم من اليابان، من اليابان، من المناطق جزر اليابان، جزر اليابان من المناطق تروبيكال. توجور توجور هاد النبته، هاد النبته قلت لكم هاد السوجي ماشي فريمون ادولت، والخاصيه تاعها انها ثقيله بزاف، ثقيله بزاف، عندها اون كرواسونس تري لونت، بزاف تري لونت. فوالا، هادي كنت وريتها لكم في الوادو، مازالها كيما كانت، كانت الورقه صغيره، وشنو الورقه كبرت بك شويه، هذا ما كان. فوالا، دونك شوفوا لهنا، هادي سي اون، سي اون سيكاس لي مازال ما لحقتش ادولتا. هي كي تلحق ادولت تلحق امتر، امتر تسمى يلحق الطول تاعها ابيبخي هكا، و لي فاي تاعها يكونوا بين 40 و 100. هذيك حسبت لها لي فاي تاعها، لقيتهم 15 من فاي، 15 من فاي. وهذه من النباتات اللي تعتبر في الجزائر اغلى النباتات، ما على باليش علاش، واقل على لا كرواسونس لونت تاعها. مي يا با كو هذه اللي عندها اون كرواسونس لونت، مي هذه اللي غاليه كاع فيهم. دونك ان سوجي موان كيما هذا يقدر يلحق حتى 900000 فاسيلمون. هادي تشريها ب 900000، وكي يكون سوجي صغير 3 2 3 فاي تكون انتر 150 200000. دونك نعاودو نولو على كيفاه، على كيفاه العناية بهاد النبتة. هاد النبتة دو بريفيرونس في الجزائر ديروها كنبتة حديقة، تما تكون برا، اخاطرش تحب بزاف لا لوميير، تحب بزاف الضوء، تحب بزاف الضوء. و دو بريفيرونس لا درتوها داخل الدار، من الافضل لا درتوها داخل الدار، ديروها في بلاصة اللي تكون فيها اشعة الشمس، اللي تكون فيها الضوء مليح، زعما ما تحطوهاش في غرفه اللي تكون مواجهه نحو الشمال. بصح من الافضل انكو تحطوها في بلاصه مي امبر ولا في فيناء ولا في حديقه خير، باش هكا يلحق لها الضو بزاف. فوالا،
تاني هذه ما تحبش تسقى بزاف، ما تعطش بزاف، ما تسقيها بزاف، كي تسقيها بزاف تاني راه تموت، تموت كاريمون. دونك فريمون شويه ديليكات في هذا الشيء. وشنو سيو كي تسقيوها، تسقيوها دائما في الطرف هكايا. فوالا فوالا، شوفوا هذا السوجي كيفاش دايره، راني ندوره لكم. شفتوا كيفاش جايه بزاف شابه. قلت لكم هذه من اغلى النباتات، انا واش شفت هذه هي من اغلى النباتات هنا في الجزائر، في الجزائر. سوجي صغير بزاف تاع ثلاث ورق، 150000 ابارتيغ دو 150000، وان سوجي كيما هذا راه يدير 900000، 900000 حتى المليون. ولي سوجي الكبار راهم يلحقوا 3 مليون. كان دي سوجي، كاين نباتات اللي لحقوا حتى 3 ملايين. المهم قلت لكم هادو يحطوهم جينيرالمون في الحدائق وين كاين لي فيلا، وين كاين الفناءات هادوك الشابين. وشنو لازم تلحق لا لوميير، ومعليش اشعه الشمس ما تلحقش على مدار اليوم، بصح تستفاد شويه منها اللي كان حواليك بضع ساعات. دونك فوالا فوالا، اون فوا تكبر تولي ريزيستونت، اون فوا تولي ان سوجي كبير تولي ريزيستونت، وتولي تمد دي سوجي واحد اخرين. وكي تكبر كي تكبر كي تكبر تولي تمد مام البودور. حنزيد نحط لكم اون اوتر فيديو وين حنشوف، وين حنشوفو هكا سيكاس بصح ان سوجي لي كبير وتكون ديجا مدت بودور السيكاس. نوعدكم بلي حندير لكم فيديو في هاد في هاد في هاد البيت، في هاد النطاق. دونك فوالا، لا عندكم اسئله ولا اي حاجه ما تزيتيوش دومونديو، ما كاش مشكل. وراني حندبر بودور واحد اخرين تاع السيكاس ونزيد نعاودو نغرسوهم. وشنو هاد الخطا، نغرسوهم نقولو مواد مارس، في شهر مارس ان شاء الله نزيدو نغرسو بودور السيكاس. فوالا، نتمنى انو الفيديو يعجبكم، ان الفيديو يعجبكم. والى الملتقى ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله.